amore musiche come scende nel strumento. دنگی موزیکی، دنگی وانا، دنگی شرب سکنی، دنگی دبابا بسکنی، دنگی تیارا بسکنی، دنگی فشکا، دنگی کشتنی. دنگی اف، دنگی نخوش، دنگی جیر بجنی، دنگی کی خراب بسکنی. يا وان داتا يعني مديك شمو مش طيبتي يعني بور راح يعني مديك بل شيء كان تيدا فرد تحماتا مثلا شارل أولي أوكي كويشتن أولي أوكي ويراني أولي أوكي يعني مديك فرد مكسي تحماتا فيش ترى لحضر بوان دامش لحضر بوان دامش كوبان يجي كوش بربون او پرام چون وای داره تطورا که موان وای دیوش تر هبو یعنی هبو را پر را نو کرده گو مثلا دعوی شعر را نامر پی خویش یعنی در کتن عود یمن مو گیتار تر عمو راکی او 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 نو بود شبر کم موکنا تن نبو آره میوان تم ما برمه همون تو هفته می حیستان ده حندر پونده جی واقعه گریم همون ها غیری یعنی قافله که الویدی غیر همو خراب و همو چی اجتیاراش خرابونه جی شر و جی چکا یعنی گلی که خراب و براسی بگریم شوات نباری داش ایشش گوانده بود ایجاره گلی که دریواده گلی که ایشی هم راسی هدو که با به ویران کرنا جن باقی خودو مو او چوا استرومنت و موزیک حموات شکستن و خرابون گلی که پیشی هست مصطفى احمدی او هر دو هنرمند دلال وقت دوگولا راسی وقت دوگولا نه او هر دو هنرمند هر دو برا هر دو انسان جیانا و سر موزیک بی موزیک یعنی پیشا مثلا ایشان A veces parece increíble que la vida de los humanos sea tan distinta solamente por el hecho de nacer en un portal o nacer en otro. Yo soy de los que piensan que la música no hará desaparecer las guerras, pero sí creo que la música, dentro del concepto de humanidades, puede contribuir a que esas barbaridades se aminoren o que se pueda llegar a tomar conciencia de que hay cosas que no se pueden ni se deben. Desgraciadamente hay mucha gente que lo que no conoce dice que no existe. مصطفى احمد دبرانش کوبانینا هیم بریشر هر توجی حافظ هر توجی چابی و نابید ربانو زاروتی و ما زاروتی خو چی بونا و دا نابین کورن ایجار هین زاروتی خو دگل کی زحمتی دیت نو ک ناف زاروکا دن کاریون بلیزن مدرسة جين تشون نشو نقولوا يعني شاور مدرسة شقين يعني تزاني السوري أو الروجافا يعني حتى بري شهر يعني زاروك تاخد أو تشتولوا تنبونو دبستاناش بونا حافظة Me parece que es una obviedad, ¿no? Que la música no la hacen los instrumentos, ¿no? No hacen quien los toca, ¿no? كمان يجي صار كمان يعني تانجي بك منك يجي بار كمان مرد حضور الدهون يوانتي مي حافتون كمان واني جا حالا بیانی، بشه برای من نمیخوام محمد بود. تابی این چی بکنو فیربونه و ج سازیره گله کی زحمت ای کی کویر بپش کی دوامان و منطقه مده، یعنی زحمتیه وی هنم فیری آلت.
شر دست بيكر او شريها نجيب راسي ويران بونا جوج خلكي كوباني رش كوباني رش وارجي هر دوكا رجي براسي لعندي تعروج بالروج بيت تشتاك بيف فيربون بيكات فير بكي هات بيش كات كم ديك يا بغير المكتب عندكم بتشوني يعني مديت او زحمتين دخورتين دبراين هاب وقت دوغولان ولو حافظن وموزيك ذا روشاوا يعني خوينا واسر موزيك روجانا وان سر موزيك يعني عرب بين موسيقى غناء اللي روح او شيء يعني موالية هاك بتشتي هاروت أوجي هنرمند كي أرمانيا سوريا بغرفة الضيوف كان كنت عم اتفرج على التلفزيون كان في واحد عم يعزف على آلة كمان كنا قاعدين عائلتنا مع بعض فعم بسأله لأبي إنه شو هالآلة عم يقول لي هاي آلة موسيقية اسمها الكمان كنت ما بين الصف الثاني والثالث و 2007-2008 كان طلعت أول على سوريا بعزف الكمان الشرقي سنتين متتاليتين ورا بعض وبعد هالأحداث صارت وداعش طبعاً هي سبب دمار كل أحلامنا. كتيروكا خوكوت نوتشاوا داعش كترنقا أوجي جوانبو يعني عمري فا حجدان وزصاليبو المركزين ثقافي شان داخد كر موسيقى لتخسن فيوني لتخس. ترسيه بابي شبكه ويدرخستن وي اني قام شو جوهره فهمت خلاص بكن بتهري في سرتاجي جما بيشتي 4 سال شناوي هاتناوي قام شو ما جيرغو متبن رقه متبن جبودا فكان في كتير تهديدات من وراء هالمواضيع انه انت المسيحي وانت الكذا كان كتير تهدد من وراء داعش وانا بطبعي ما كنت اسكت كنت قوي يعني كنت جادل كنت احكي صارت تهديدات لحتى هربت هريبه من الرقه لحتى بعدين اجوا طالعوا اهلي كمان من البيت ابوي وعمتي كانوا موجودين داعش جرقوتن بو امي سريتا سري باستو نادالك انكم كمانتا حسبك البيولوناتا دنجي موزيكي دوي جمتا نوي ووقف كل شيء بس طبعا انا ضليت مكمل بالموسيقى وما تركت ابدا بس انا هلا بعد فتره كثير طويله رجعت لمدينتي رجعت لبيتي رجعت لغرفتي شو بقولوا هارو هنرمندك المال اخوة البند اخوة الولات اخوة ما تخص الموسيقى خليخه وهينجن بهبينا وهنرمنت يعني بردوان بن ودنجي تشاند وهنري وموسيقى بسر حمودنجي بسر دنجي شركه هي جلكي مزن در باسكر يعني حتى انها هنرمنا جلكي مزن في وقتين هذا دكامبا دنت كامبي دوميز دنت جل كامبي كورسانا باشور دهنا التركي هنا الباكوري كورسانيا الاوروبانا جلكو هنرمن دي ميروجا افا فالا بوش هنرمن ده براسي روش جلكي خراب Y entonces hablando con Gani, Gani me dijo que bueno, que acaba de llegar uno de los encuentros que tuvimos, que acababa de llegar de los campos de refugiados de Siria,
estaba bastante hecho polvo. Uno de los momentos más tristes que vio en aquel viaje de hace 2 años fue cuando se encontró con escuelas de música cerradas, ¿no? يجمدي وقت هنرمن كيش ما أذي أسكيب كمش بازار وكار أسكيب كمش ملتي خورا كاش كرد مراسي كردية تامت شدة يعني دستم فتي أذكر متشكيب كم برا أما أمورك موسيقى بس بشير مش وا زارو كتير يكش وا هوالي ما فران لاوسن أو جي هوالي كي مي جو ولاتين باسكا جير تشيروكوت نو فران نو تشونام روجابا ولولو مرتشيبو يعني وكلك موزيسيان انا محتاج ديم بشكير ياب كن ديم تشكي بكن براسي ولو يعني ديم يعني كاري كي بكن بلانتي لا بوسيبيليداد اي ا بارتير دي اسو سي بوسو ان مارشا ال بروجيكتو دي كرياسيون دي اون بانكو دي انسترومنتو راسي شغله چاربين جايبا وان كسان ولاتين فيتوريا باجاري فيتوريا ولاتين باسك هريما باسك اب اموري موزيكي برهاف كرن ويدري الكونسرفاتوار استوديو موزيكي y entonces es cuando se organizó el transporte a los territorios kurdos sirios resultó ser una cosa que podía ser más fácil pero resultó bastante complicada indudablemente وقالك زحمتي تبي مدينة زحمتين سينورا هابون زحمتين جمركي هابون ما أب كاميونك آني بريا موزيسياني سين بي سينور كاميونك ستاندن و دي شخص مرهاتن وان كساجي وك بولونتار يعني بيتشتك آليك بشتغيريا مكرن أو استرومنت ج فيتوريا جولاتين باسك ما درباسي فرنسا كرن و دور ده براسي چه گله کیلومتر ابون جه فرانسایی حتی ما بره فرانکفورت چون آلمانیا فرانکفورتی اوسترومنتی هم اشان هرما کردستانه شوله هایی وکی درش کردیان اوسترومنتی ها حتی گهان دهوکه پشتیم چون سیناره پیش خبور امروز ریشی سینور دم در باسی روزاوا کر و دیگه چند ساعت اجمان حتی مجه اوسترومنت جی فرگونته کی مدر باسی فرگونته کی دیگر اوجی براسی یعنی کاری که بگن جه خو یعنی براسی به هزاران کیلومتر درباز کردن حتی گهانه بر گلی کی سروال بترس کنم نو نحن بمدينة الرقة هذا بيتي بيت أهلي بيت اللي تربيت فيه الغرفة اللي تربيت فيها اللي عشت فيها المدينة اللي طفولتي كانت هون ذكرياتي كلهم هون بس للأسف الدمار حطم كل شيء طفولة ذكريات أحلام رجعت عم اتذكر الذكريات وعم اتذكر طفولتي اتذكر كل شيء كان حلو عشت بهالمدينة اللي هي الرقة
في طرقات لهلا ما عرفتهم يعني لو مو هيك دققت فيهم. 75% من مدينة الرقة مدمرة من كبيوت كمحلات تجارية كشوارع كحدائق مستشفيات بشكل عام 75% من مدينة الرقة على الأرض. هلا طبعا الإحساس إحساس غريب يمكن ما ينوصف أو يمكن ما ينحكى بس يا ريت لو ما كان صار هالدمار كله، يا ريت لو كان ما صار هالحرب ابدا وكان رح ضل بنفس المكان وكان رح ضل اعزف على كمان وكان رح اوصل لحلمي. En este último viaje del compañero de Gani Mirza, me contó una historia francamente emocionante de dos hermanos, creo que son gemelos, ciegos los dos, de nacimiento, que son músicos y uno de ellos violinista, pero pues no tenía violín. Es un violín que yo le tengo un cariño muy especial, no porque lo tenga abandonado, ni mucho menos, que me haría ilusión que fuera para allá. Es un violín francés, de principios del pasado siglo XX, que yo lo conseguí en Burdeos. Se dan bastantes mercadillos y me encontré con esta pequeña perla. Tenía sus añitos y tal, lo puse en orden y aquí está. Y me hace muchísima ilusión que pues que tenga este destino, ¿sabes? Y esta es la pequeña historia de este violín que viajará a aquellas tierras. كمان هذا ما فران لوسينا اشتريت اسبانيا شيان ولاتي امور بيتا فاشيريت كان او جي باسكا يكي ولاتي باسكا ادي من دي باسكا باسكا يوك ما كردانا او جي باسك لي بلا اف سبيشال عمري وي سر سات صاريره هيا اف كمان اشتريت دياري شيان دي اسبانيا كتار تنتي بس في تنكي يقولوا قوي لك بري لا ها سبوتي اوايز دي كان كوا مثلا وات اف ستون او ان اف كامون او ان دي اوري مكان وا سبوتي او وي كان سي دي كان كاتي كوا كامون مرا شوندي سبوتي او فرانس نو تي دي كان كوا كامون جو وي داري شي مره حتى وي داري شون وا سبوتي اوايز دي كان كوا حتى وي فيري اواني كامل اواني دوما شو هذا؟
بينونا ما يشلو دنجي قارن فاكيزا كينا دنجي باس بتشوجبنا لا فيدا كوتيديانا No va a tener una gran transformación hasta que no cambien mínimamente las cosas y el ruido de las bombas se acalle, ¿no? Yo siempre digo que la música no elimina las guerras, la música no quita el hambre. Sí te da la posibilidad de conocerte mejor a ti mismo y al ser una disciplina colectiva, conocer también mejor a los demás. Más que conocer, entender. Entender mejor a los demás. أذكر تات قامشلو قامشلو تارا أرمينيا إنستيتيوكي موسيقي أباد كي في عندي معهد موسيقى سميته هارموني في عندي طلاب عم مشارك بحفلات عم بعطي دروس موسيقى على آلة الكمان نحن بالمعهد في عنا طلاب أكراد في عنا طلاب أرمن في عنا طلاب سريان طلاب أشورية طلاب إسلام ما يعني لا ابدا عم نعطي كل الالوان نحن سميناه هارموني لانه هو مزيج ونحن عن هذا الشيء اللي قاصدينه بالمعهد انه نحن الموسيقى ما لها طائفه معينه او دين معين موسيقى حره وما لها علاقه باي سياسه كانت اموري وا انسترومنتي وا كيمن براسي ايجار اف كامبانيا كو ماشي كرجبو برافكرنا انسترومنتا و شاندنا وا روجافا پارچه که چه انسترومنت دیاری به استودیو آوا کرد گله که فاواد براسی چاوا دنا وان که اولا دا دنگی موزیک آوا دنگی ساز آوا گوتنی آوا سرد که به سر دنگی شرط دنگی شرط این دیم راندن دنگی موزیک آوا بلند بی كل شيء أنا بيشينا باكي أنا بيشينا من عندك ياو مثلاً نكون كوربي لو وكم كلمات من عشانه وأنا كده تحين این سال در باس بود در ما بارانه نوروز نیزیک بود نوه جیهانه هوال نورانه آگری خوابر که آگرم دیلانه نوروز نوروزه نوه جیهانه جشنا کندایه نفر مستانه آلام رنگی بیگر میدانه رابنه دیلانه ام پشتگیری ها کسا بگرن چمکی اف کسی ها قهرمان دوی وقت زحمت اف وقت که بزحمتی در باست کن دوی فقیرتی ها دوی شرعی ها دوی وضع که گلکی زحمت سروا در باست بی گره که براسی ام حالی کاری ها بکن ام پشتگیری ها بکن چمکی پشتگیری ها مجواره بهتر او جی یعنی به دویسا خواب موزیکا خواب هلبست خواب او بین پیش روژه جمعره مرسلين و نور قاسية حزين تشارون حكام نبشقير بن جابرا نستيعب نقر اي كسي محتاجة من بشقير ياو نكن امش بوشنا من نسان